عبد الرحمن آل رشي من أعمدة الدراما السورية والعربية. عبد الرحمن آل رشي ممثل سوري راحل، يعد من أهم أركان الدراما والسينما والمسرح في بلاده والمنطقة. صاحب كاريزما مميزة في التمثيل، وهو العضو المؤسس لنقابة الفنانين السوريين ومن الرعيل الأول من الممثلين. ولد عبد الرحمن آل رشي في حي ركن الدين المعروف بحي الأكراد بدمشق عام 1934، وهو من أصل كردي، أما والدته فهي من أصول شركسية. دخل مجال الفن عام 1957، وتميز بإجادته للغة العربية الفصحى في الأعمال الدرامية والمسرحية والإذاعية وبرخامة صوته. وقد ذكر في أحد اللقاءات التلفزيونية أنه أحب دخول مجال الفن في فترة الخمسينيات، إلا أنه واجه معارضة شديدة من الأهل وخصوصاً من والده، فتحول عن الفكرة ولم يدخل مجال التمثيل إلا بعد وفاته، وكان ذلك من خلال النادي الشرقي عام 1955، وهو ناد أسسه الفنان الراحل نهاد قلعي. بدأ عبد الرحمن آل رشي مسيرته الفنية في المسرح، وكانت مسرحية لولا النساء التي كتبها الفنان سامي جانو أول عمل مسرحي شارك فيه آل رشي، وعرضت عام 1957 في العاصمة المصرية القاهرة. وأول دور بطولة قدمه الفنان آل رشي كان على خشبة المسرح وعبر مسرحية براك ساجورا، وهي العمل الأول لما عرف حينها بالمسرح القومي في سوريا عام 1960. وبعدها شارك في العديد من المسرحيات، منها الملك هو الملك، وزير سالم، والإخوة الأعداء، كما شارك في عدد من المسلسلات الإذاعية منها الراديو شو والحب والحرب والمحاكمة. وفي عام 1961 شارك آل رشي في أول مسلسل تلفزيوني سوري، وهو حكاية حب، ومن أعماله المبكرة في التلفزيون مذكرات حرامي الذي قدمه أواخر الستينيات تحت إدارة المخرج علاء الدين كوكش، الذي تعاون معه مجدداً في أحد أشهر المسلسلات البدوية راس غليس أواسط السبعينيات. الحارس أبو سمعه لهلأ ما بيّن، ومرته وولاده ما قلن معيل غيره، بقى الله يرضى عليكم بدي من كل واحد منكم يخصص لهم مبلغ كل شهر لحتى يقدروا ياكلوا ويشربوا. نعم. شو هالحكي زعيم؟ يلي بيسمعك عم تحكي الحكي بيقول ابو سمعه ما عاد يرجع. اعوذ بالله. انت ادفع هلا، ولما بيرجع ابو سمعه قلنا حكي ثاني. شو قلتوا يا رجال؟ واقفين زعيم. شو رك والامر امرك زعيم؟ ماشي سيدنا. زعيم؟ ابن الحارس سمعه قديش عمره؟ والله ما بعرف يا شيخنا. وفي مجال السينما قدم عبد الرحمن آل رشي مجموعة مميزة من الأفلام السينمائية المهمة، أحدها مع المخرج المصري توفيق صالح في فيلم المخدوعون عام 1972، ومع المخرج اللبناني جورج نصر قدم آل رشي فيلم مطلوب رجل واحد عام 1973، ومع المخرج اللبناني برهان علوية قدم عبد الرحمن آل رشي فيلم كفر قاسم عام 1975، وظهر آل رشي في فيلم السيد التقدمي للمخرج السوري نبيل المالح، الذي منع من العرض ويستعرض شخصية صحفي يحاول فضح أحد رجال السياسة الذين وصلوا للسلطة ببعض الصفقات المشبوهة. كما ظهر في أعمال غنائية بأداء تمثيلي وصوت مرافق مثل أوبريت الضمير العربي، أغنية أنا سوري أهيانيالي، وأوبريت كل شي تدمر رح يتعمر. وتألق في الدراما التلفزيونية حيث قدم نحو 30 مسلسلاً، أبرزها نهاية رجل شجاع والخوالي وباب الحارة والحوت وفي حضرة الغياب. وفي ذروة صعود موجة الدراما البيئة الشامية كان آل رشي أحد أبرز نجومها، بل زعيم حارتها، كما في الزعيم أبو صالح في الجزء الأول والثاني من باب الحارة، وأبو جواد في الخوالي، وأبو بطرس أزقرتي في مسلسل رجال العز. واختتم آل رشي مسيرته الفنية بتجسيد شخصية أبو سالم زعيم حارة الشاغور في مسلسل الغربال، ليكون آخر أدوار الفنان الذي نحت مسيرة فنية كرست وصفه بأحد أهم أعمدة الدراما السورية والعربية، وواحداً من أشهر الممثلين العرب في العقود الأخيرة. توفي الفنان عبد الرحمن آل رشي في دمشق في 12 من نيسان من عام 2014 عن عمر ناهز 81 عاماً، إثر ذبحة صدرية مفاجئة
بعد معاناة من مشاكل في الجهاز التنفسي دامت لسنوات طويلة.